صح صح. طب هما تيديو الكتوبه ديالك والمحفظات، ومن سينا ملي يجيبوا الوراق عاود سردهم لي، ملي يجيبوا الوراق عاود اما تيو فاطمه الزهراء اما تيجي هنا مساوي ولا مساوي اخر. صافي 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 جاو هاد الناس المحسنين عاونوني وانا مرمانه وعندي 3 وليدات وعاونوني عطاوني الكتوبه وعطاوني المالط، والسي اسامه هو اللي وراهم الله يرحم والدي السي اسامه، والمحسنين الله يرحم والديهم الله يكثر خير المحسنين كامل كافه جميعين الله يرحم بها الوالدين الله يرحم والديهم، عطاوني المالط وعطاوني هاد الكتوبه لولادي، وعندي تتل وليدات كيعيدوا لي وكادي المحسنين الله يرحم والديهم محسنين الله يرحم بها الوالدين الله يجعل فيهم البركه الله يكثر خير. فرحوني في الدخله ديال المدرسه الله يفرحهم الله يفرحهم بصحتهم الله يسرهم. قلنا هاد المبادره ديال الكتوبه احنا ما عندناش شي، حنا بحال اليتامى يعني انا راجل يعني وعزيز يعني ما عندناش زعما شي مدخل لي مزيان، ايوا الحمد لله عاوننا وعطانا كتوبه الله يجازيه بالخير، وشكرا للمحسنين والله يرحم الوالدين ديالكم والله يوقف معاكم والله يعطيكم ما كتمنوا الا ما عاونتونا، شكرا بزاف الله يرحم والديكم. وخي اسامه عيط له بزز حيت هو كيعطي غير الايتام، عيط له بزز باش اقتنعته قلت له الله يرحم والديك زعما انا ما عندي شي، ايوا وعاوني مسكين الله يجازيه بالخير وعطاني كتوبه والله يوقف معاه. كنسكن في واحد الحي شعبي يعني متواضع جدا، الناس بسطاء كثير والحمد لله، الناس المتطوعين اللي كيعاونوا هاد الناس. سي اسامه كان الفضل الكبير ليلو لانه هو اللي اول واحد تعرفنا ليلو باش التجأنا ليلو كيعاون هاد الناس هادو، عمر خير ومن سوا له هو ولا المحسنين اللي معاه. بالعكس حنا كنفتخروا به لانه قد بزاف ديال الناس كل مقاييس ديالها، لا من الدراسه لا من الجوع لا من الاعياد، كيفرحهم في كل مناسبه. كنشكرهم جزيل الشكر صراحه ديال الله، عمر خير وما نساهم لانه وقفوا وقفه جنود مجنده مع الفقراء كافه جميعا. بهاد السنه الثانيه على التوالي كنعدلوا هذه المبادره مع مجموعات التجاره التي لا تعرف الخساره، كنوفروا الادوات والكتب المدرسيه الايتام، والحمد لله هذا العام الثاني وكاين الاقبال بالنسبه لهاد الناس هادو كيتكلفوا بهم المحسنين الله يجازيهم بالخير، وحنايا عاود كمكتبه كنتعاونوا معاهم كنعملوا لهم الثمن مزيان وكنوفروا لهم مسائل الكتب اللي خصهم كاملين، وبالنسبه للمحافظ ولا اي حاجه كنوفروا لهم الثمن مزيان وكنتعاونوا حتى حنا معاهم عاود الله يتقبل من المحسنين. مجموعات التجارة التي لا تعرف الخسارة، هذه المبادرة الرابعة على التوالي ديال الدخول المدرسي مع مجموعة من المحسنين الله يجزيهم بخير لأنهم كينشطوا معنا وكيعاونونا دائما في هذه المبادرات الخيرية، سواء العيد الكبير العيد الصغير رمضان الدخول المدرسي الحالات المرضية على قدر استطاعة طبعا. ودائما الشعار ديالنا تحت التجارة التي لا تعرف الخسارة، دائما الشعار ديالنا هو كنسبقوا الايتام، ودائما كيوقع لنا هذا المشكل هذا حيت ملي كنسبقوا الايتام دائما كيدخلوا علينا حالات صعابين لينا هما اكثر من الايتام، مثلا كيكون الاب كيهرب على ولادو، كيكون الاب مريض، كيكون طريح الفراش ولا شي حاجه كتبقى مرا بوحده. وللاسف ماشي للاسف وانما الناس المحسنين دائما كيختاروا الايتام بحكم المكانه ديال اليتيم مكانه كبيره عندنا حنا كمغاربه مسلمين، عندنا اليتيم عنده واحد المكانه عاليه كيبغيو فيه الاجر كبير. اغلبيه المحسنين كيجيو
كيجيو كيخلصوا ما كنعرفهمش، يعني كيتعاملوا مباشره مع المكتبه، يعني حنا كنكونوا وسطاء الخير في هذا الباب هذا. ولكن حاليا دابا باقي ما كاينش الضغط كما كتشوف، يعني الله دابا وصلنا لواحد 30 ولا 40 مستفيد ما بين جوج المكتبات، حتى 50 الحساب اللي عاملين حتى 200 50 عام. وهذه التجاره التي لا تعرف الخساره. عندي واحد الرساله اخيره الا سمحتي للرجال، لانه ما كيسمحوا في الاولاد ديالهم، وهذه الظاهره هي كتكاثر وكتكاثر بزاف، حيت كيدخلوا عليا النساء بزاف، الرجال كيسمحوا فيهم، يعني هذه المراه ما تقدر تعاونها ما حيت هي ماشي يتيم، في نفس الوقت الراجل كيهرب وكيخليها اما ومحسوبه متزوجه او كتكون مطلقه وكيعمل اللعبات، يعني كيقول هو كيدخل فلوس وكيعمل واحد اللعبات ما كي يعني كيعمل لها واحد 600 درهم الاول شغل تعمل. يعني دائما في المناسبه الدخول المدرسي العيد الكبير كيجيو علينا هاد الناس، ودائما انا كندير النداء لهاد الرجال هادو باش يتقوا الله في الوليدات ديالهم. الا طلقتي المراه ما تطلقش الوليدات، الوليدات ما عندهم حتى دخل في هذا السوق هذا، وكنتمنى هاد الهضره هادي توصل للرجال، ما كتفهمش مع المراه، الوليدات ما عندهم حتى دخل. المكتوبه ديالك بالصحه وما كاملش هادي مالي صافي، الله يبارك فيك. المحسنين طيب، مشي من هنا، الله يسهل السليمه، سلامه.